هي بالنسبه للاسعار زي ما قلت لك انها بعد ارتفاع الدولار وكل الاسعار بتبقى كده بدات تضعف يعني. حتى دور الناس اللي ما غلتش الكتب هو الزبون جاي ومعتقد ان الكتب غاليه يعني. حتى لو بتتباع بنفس سعر السنه اللي فاتت ده بالنسبه لموضوع الاسعار، انما اللي يقبله هو نفس الحجم مكتب بس هو الناس تتفسح. ايه الاسعار هي هي ما الناس ما غلتش كتير يعني، ممكن غل 10% 20% وفي ناس قللت من نسبه الخصم يعني. ايه انا بقول لحضرتك في كم مثلا الناس تدي خصم 50% او 40% بدل ما تعلي السعر بقت تدي 30 20 مثلا او ما تديش خصم. انا شايف ان في اقبال جامد على المعرض عن كل سنه، والاسعار يعني على عكس كل سنه هي مش غليت ولا زادت، لا هي تقريبا قلت، والاقبال كبير فعلا السنه دي. واحنا هنا الجناح بتاعنا يعني بفضل الله الحمد لله اول سنه يعني انا احس ان في اقبال عليه. احنا بنعمل كتب بطريقه برايل المكفوفين، بنتعاون مع دور النشر وبناخد منها الكتب والعناوين بنعرضها لهم، وبعض الكتب منها بنحولها لطريقه برايل المكفوفين لوضع الثقافه تحت اطراف اصابع كل كفيف. بس وزي ما حضرتك شايف كم مجموعه الكتب الموجوده عندنا الحمد لله. بالنسبة للإقبال الحمد لله السنة دي شوية أحسن من السنة اللي فاتت، وفي زوار كتير الحمد لله رب العالمين. ممكن يكون في نزهة وممكن يكون في مشتريات وممكن يكون، بس الحمد لله كرضا الإقبال الحمد لله في إقبال على المعرض وعلى الزوار. أما بالنسبة للأسعار، الأسعار طبعا دي غصب عن أي حد، طبعا في تفاوت في الأسعار، في ارتفاع في الأسعار، ده على كله غصب عن كل دور النشر، وحتى الناس فاهمه ده ودركه ده، فالحمد لله رب العالمين الناس في قبول والحمد لله. وبرده قارئ قارئ ومشتري ومتعلم متعلم وبرده بيشتري الحمد لله رب العالمين بفضل الله. الاسعار غليت عن السنه اللي فاتت؟ اه اكيد طبعا اكيد، وكلها حاجه ملموسه وكلنا حاسين بيها يعني. الاقبال السنه دي الحمد لله كويس خالص، الفئه العمريه بتاعت الشباب موجوده كتير قوي 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 كويس، فنشكر ربنا فكويس خالص الاقبال كويس، وفي نفس الوقت متنوع يعني. بقى لنا دلوقتي حوالي 6 ايام في المعرض، التنوع بتاع الاقبال كتير جدا كتير، وناس كتير قوي بتيجي يعني، فالحمد لله يعني. الاسعار السنه دي بص حضرتك ما حدش ينكر الاسعار السنه دي زايده عن السنه اللي فاتت، بس الزياده يعني في زياده على الكتب القديمه اللي موجوده كانت من السنه اللي فاتت ما زادتش قوي، لكن الكتب الاصدارات الجديده عشان سعر الورق هو اللي زاد فزودت الاصدارات. بس اسعار الكتب مقارنه بالسنه اللي فاتت الاسعار السنه دي غليت جدا بسبب ارتفاع الدولار عامه، وان الحاجات اوريدي غليت، فكل الناس اللي بتعمل اي حاجه برده بتغلي حاجاتها على اساس ان يبقى العائد متناسب يعني مع الاسعار، و النتيجه بقى لزياده الاسعار ديت الاقبال بقى ضعيف جدا السنه دي عن السنه اللي فاتت. يعني ان كان مثلا الناس بتجيب مبلغ معين السنه اللي فاتت فحتى بقى قيمته السنه دي بتبقى اتقل بكتير، ف يا اما هما بيزودوا المبلغ اللي معاهم يا اما بيبقى الحاجات اقل، فبشكل عام الاقبال كان ضعيف جدا جدا يعني على المعرض السنه دي مقارنه بالسنه اللي فاتت يعني. هو في ظاهره ملحوظه ان الاسعار بتاعت السنه دي تقريبا 3 اضعاف السنه اللي فاتت، يعني الكتاب اللي كان نازل السنه اللي فاتت 45 بقى دلوقتي 95، ده راجع طبعا ان اسعار الورق غليت واسعار الطباعه غليت، فبالتالي سعر الكتاب غلي، وده هيفسر الظاهره الثانيه اللي هو المعرض فيه ناس كتير جدا بس الناس قليله بتشتري لان الكتاب غالي والكاستمر معهوش فلوس كفايه، كان بيجيب قبل كده 10 كتب بقى بيجيب كتاب واحد. في اقبال على الشراء، وطبعا بالنسبه للاسعار طبعا اكتر الاسعار اعلى من السنه اللي فاتت، وده بسبب التكاليف اللي زادت على بالنسبه لتكلفه الكتب، يعني الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نخرج الكتاب زي الورق والطباعه والحاجات ديت في حاجات التكلفه بتاعتها زادت 3 اضعاف، فده مأثر طبعا على سعر الكتب مخليها غاليه طبعا عن السنه اللي فاتت، ومع ذلك برضو في اقبال في الشراء والناس بتشتري يعني. يعني هو طبعا الفرق واضح طبعا من ردود فعل الناس على الاسعار، طبعا لما بيلاقي فرق كبير في السعر ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت فبتبقى بيبقى لهم ردود فعل على السعر او
بيشتكوا من الاسعار شويه يعني. زياده الاسعار هي زياده طبيعيه جدا، لان الورق بيتم استيراده من الخارج طبعا برفع سعر الدولار. الموضوع بقى صعب شويه ان الدور بتلاقي الورق عشان تجيبه. المهم ان احنا لما تحصل على الورق وتجيبه بالسعر الغالي ده، الطباعه والمكان اللي احنا بنأجره في المعرض كل ده بيكون غالي، فده بيضطر ان احنا نرفع قيمه الكتاب نفسه او سعره. تاني حاجه الاقبال على الفوائد طبعا الزياده دي غصب عنها. تاني حاجه الاقبال على المعرض، الاقبال على المعرض في البدايه ما كانش كويس، النهارده في اقبال كويس الحمد لله، ولكن الناس ما بتشتريش لان هي شايفه ان الموضوع غالي جدا، مع ان الزياده في معدل من 5 ل 10 جنيه، دي ازيد حاجه عن السنه اللي فاتت. الناس طبعا الاقبال بره في الشارع في المعرض على الاكل الكلام ده كله شغال، لكن جوه الكتاب نفسه هو مش موجود، او مش ده اللي احنا كنا مستنيينه السنه دي.